أكد رئيس مجلسي مفوضي الهيئة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية أن نتائج الانتخابات النيابية سيعلن عنها رسميا اليوم الأربعاء، وكانت النتائج الأولية التي نشرتها الهيئة قد أظهرت تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي، في حين أعلن الحزب فوز قائمته ب18 مقعدا من أصل 41 بعد فرز 99% من الأصوات. من عمان ينضم إلينا ليث الجبور، أهلا بك ليث. هل بدأت النتائج بالظهور، النتائج الأولية؟ بالفعل رويدة، دعيني أشير في البداية، كما أسلفت في الخبر، كان تقدما لافتا ومفاجئا بنفس الوقت. هذا ال 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 يعني الحصد الكبير للمقاعد النيابية بالنسبة للإسلاميين، وتحديدا نحن نتحدث عن حزب جبهة العمل الإسلامي. اليوم نتحدث رويدة عن 18 مقعدا كما أعلن الحزب قبل قليل، إضافة إلى وهذه طبعا المقاعد المخصصة للأحزاب فقط، إضافة إلى ما أعلنه الحزب عن القوائم المحلية التي حصد أيضا أصواتا في القوائم المحلية. لذلك اليوم هذا تطور جديد، تطور لافت في تاريخ البرلمانات الأردنية. الحزب يقول أنه طرح 38 مرشحا حزبيا حصد منهم 18 مقعدا، وهذا فارق كبير بينه وبين الأحزاب الأخرى. نحن نتحدث عن 36 حزبا شاركوا في الانتخابات النيابية التي جرت بالأمس، خصص 41 مقعدا حزبيا من أصل 138 مقعدا في البرلمان. الحزب حصد، حزب جبهة العمل الإسلامي حصد 18 مقعدا كما أعلن في النتائج الأولية، مقارنة بالحزب الذي يليه الذي حصد 3 مقاعد. فهناك فرق كبير جدا ما بين الحزب الأول الذي حصد المقاعد وهو حزب العمل الإسلامي والأحزاب الأخرى. هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم الحديث بأن المشاركة كذلك كانت علامة فارقة. المراقبون يقولون بأن 32.25% نسبة المشاركة العامة في الانتخابات النيابية التي وصلت إلى 1 مليون وأكثر من 600 ألف ناخب من أصل 5,115,000 ناخب وناخبة، هذا أيضا يعتبر هو الأكبر على مستوى البرلمانات الأردنية، أكثر من الانتخابات التي جرت عام 2020 وكذلك أكثر من الدورة التي كانت في عام 2016 بنسبة تتجاوز 18%. لذلك اليوم الحديث بأن المشهد السياسي قد يعني يكون حاضرا بداخل القبة أو داخل البرلمان الأردني، الغرفة الثانية في مجلس الأمة، إضافة إلى أنه قد يكون هناك تأثير واضح للإسلاميين تحديدا في المشهد السياسي في البلاد، خاصة أنهم طرحوا قبيل الانتخابات برنامجا إصلاحيا اقتصاديا وسياسيا، وكذلك قالوا أنهم سيتصدون للكثير من القوانين التي تحد من الحريات العامة في البلاد، إضافة إلى معارضتهم التطبيع مع إسرائيل. البعض يقول أن حرب غزة والعدوان على غزة ساهمت في وصول عدد كبير من الإسلاميين، هذا طبعا بحسب مختصين، لأنهم كما يعتقدون بأن الحزب الذي قاد أكبر المظاهرات في العاصمة عمان التي تدعم المقاومة الفلسطينية كان من شأنه أن يكسب تأييدا شعبيا خاصة في المحافظات رويدة. شكرا على هذا التوضيح من عمان مراسلنا ليث الجبور، شكرا لك ليث.